جاءت قمة رؤساء دول أمريكا الجنوبية بعد ساعات من عودة الرئيس البوليفي إيفو موراليس إلى لاباز، وذلك إثر حظر عدد من الدول الأوروبية مرور طائرته في مجالها الجوي وتفتيشها في مطار فيينا الذي حطت فيه اضطراريا بحثا عن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن الذي تقطعت به السبل في مطار موسكو. وتدرس بلدان مجموعة أوناسور اتخاذ إجراءات منسقة ضد عدد من الدول التي تعتقد أنها أهانت موراليس الذي قال إن ما تعرض له كان بمثابة اختطاف. وكان الرئيس البوليفي وصف المعاملة التي تعرض لها في طريق عودته من موسكو حيث حضر اجتماعا للدول المنتجة للغاز بأنها ليست إساءة له وحسب، بل لشعب بوليفيا بأسره ولمنطقة أمريكا اللاتينية برمتها، كما هدد باتخاذ إجراءات انتقامية. ولدى وصوله لحضور القمة قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلدان المجموعة متحدة بقوة وموقفها من الحادث الذي تعرض له موراليس. بدوره عبر رئيس أوروغواي خوزيه موجيكا عن تضامن بلاده مع بوليفيا. أتيت إلى هنا لأنقل تحيات شعب أوروغواي. نحن هنا للتضامن مع بوليفيا ومع أنفسنا أيضا. بيد أن التصعيد بين مجموعة دول أمريكا الجنوبية والغرب في هذه الأيام قد تكون له أسباب أخرى غير ما حدث لموراليس في الأجواء الأوروبية. فرئيس الإكوادور اليساري رافائيل كوريا آوى في سفارة بلاده في لندن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، والتي لجأ إليها خشية تسليمه إلى السويد التي تنتظره فيها محاكمة بدعاوى الاعتداء الجنسي. كما تحدث وزير خارجية الإكوادور ريكاردو باتينو عن إمكانية منح سنودن اللجوء السياسي أسوة بأسانج، ثم عاد ليتهم إحدى الشركات البريطانية بزرع جهاز للتنصت في سفارة الإكوادور في لندن، وهو ما نفته هذه الشركة جملة وتفصيلا. سعد الدوسري، بي بي سي.